انا الفجر يقول الله اكبر من هنا وبراءه. المركز يضرب يقلب بقاله اسبوع، ولو جيت تفتيش من المديريه انا هتسوح. تفتيش ايه بس اللي بتقول عليه ده؟ امال انا اعمل ايه؟ ضغطت على اختي عشان اتجوزه بنتها. طب طلعت بالله العظيم ما هيكفيني فيه غير موته. المنين المنقوب ده يا عم؟ كل مشكله وليها حلال. طب ده مش غير حل واحد، اقتله واقتل نفسي. كلبشات مستنياني في مصر يا حماد بيه. تصلك ما تعرفش حاجه. كلبشات؟ بوس رجلك، اهدى لنا شوية يا برعي بيه. ما تلمش علينا العقارب والتعبيه ده، احنا مش حمل لدغة تاني. كفاية اللي عملوا فينا سخالة. وفر يا عم احفر احفر. استنى ولا حركة، اطلع.
يا عم بيه. بركاتك يا شيخ خلف، بركاتك يا شيخ خلف، بركاتك. شفت هادي في الزغنوط؟ يا احمد بيه، يا احمد بيه. الخلطه مالها صايصه كده؟ همل اللي في يدك هجومي هاتي ربطتين بكدومس. حاضر يا حاجه. مالك يا بنت كمشانه في نفسك كده؟ قومي يلا. حاضر هقوم. اكتم يا بنت منك ليها. يا عم الحاج، يا عم الحاج، شايف عربية برع بيه جاية على هنا. تعالي هنا يا بنت. نعم يا حاج. عايزك فيه يا شيخ خلف؟ والله العظيم ما اعرف يا حاج، والله ما اعرف يا حاج. طب امشي الجار من قدامي، امشي. سيبها تروح له يا حاج. خبطت في راسك يا حاجه؟ البت ممسوسه وربنا شافي، وزي ما خبط على بابنا قبل كده سايق عليك النبي، خليها تروح له. الله أكبر، الله أكبر، البلد كلها ركبتها العفاريت، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا طبعا. أمال يعني هضحك عليك؟ أنا ما شفتش غير حتة واحدة. لا لا، ناس جديدة خالص. أيوة أنا هروح لهم دلوقتي. إيه؟ انا مش عارف اصل الحاجات دي ازاي. اوكي اوكي. عشر مليون بس ده اللي عرفت اجيبه. عندك مشتري تاني؟ لا لا لا، ده كده فل. انا كنت احلم. ادخل تعال. امال فين سيدنا؟ جاي. اقعدي اقعدي. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم،
نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. كافة يا عين صوت. مامي يا مامي، مالك يا ياسمين؟ في ايه يا حبيبتي؟ مالك يا مامي؟ ايه في حد جوه؟ تعالي ما فهم. ازاي تتدخلي حد عليا؟ انتوا ايه؟ جارلكوا ايه؟ يا بنتي اهدي، انا هفهمك على كل حاجه. تعالي يا حبيبتي على قولي. تعالي يا حبيبتي، تعالي، ربنا يهديكي. اهلا 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 يا باشا، شرفتنا. اهلا بيك يا عمر. عماد بيت قرشي شريكي. اهلا وسهلا يا عماد بيت. اهلا بيك، شرفنا. تفضل 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 يا عمر. تفضل تفضل عماد بيت. تفضل تفضل يا عمر. تفضل يا باشا. تفضل. ادخلي. احب على يدك يا سيدنا. استغفر الله والنبي، اديني بس فرصه استبارك بيها. هاني بيه منتظر جنابك تحت. مشربات؟ مشربات منتظر جنابك تحت. اتفضل اتفضل يا بهولنا. اتفضل اتفضل يا سيد الناس. مفيش حاجة تاني كده شفتها جنب دول في الزرنوج نستبارك بيها بس والله. اهلا اهلا يا سيد الناس. اهلا. اتفضل يا سيد الناس. اتفضل يا سيد الناس. اتفضل. جدع اسمه هذا اللي تحت ده، جدع طماع حبتين. هو حب يلفلف علي، قلت له لا، مولانا ده متجوز بنت اخت تاني. اذا ظهر حاجه كده قدامك في الزرنوج يبقى فضفض معايا. الناس دول يا جماعه كانوا فعلا مدهشين. انا قربت اصدق خلاص ان هما فعلا كانوا جايين من الفضاء. والله عندك حق يا استاذ. الشيخ خلف. اهلا يا مولانا. اتفضل يا سيدنا. اتفضل سيدنا. استغفر الله. اقعد. ده بقى بعد اللي سمعته من عماد بيه، بجد بجد انت مكشوف عنك الحجاب. ويا ريت يا ريت نشوف الفلوس. اجل. اه طبعا نشوف الفلوس بعد الشغل، نتعرف على بعض. اهلا وسهلا. من مين؟ من دجال؟ دجال ايه يا ياسمين؟ ده ولي من الاولياء وكمان مهندس. ده فتح كنز الخالق يسوى ملايين. عارفة يعني ايه ملايين يا ياسمين؟ يعني ايه وهبابين؟ انتوا مفيش في دماغكم غير الفلوس؟ مش حاسين بالمصيبة اللي انتوا عملتوها؟ لو مسميها مصيبة يا ياسمين يبقى لازم افهمك كل حاجة. انت يا بنتي مش عارفة انت كنت في انهي حالة. مش عارفة كنت بتعملي ايه في نفسك. اهدي يا ياسمين كده وافهمي. الراجل ده من يوم ما اتجوزك والحمد لله رجعتي احسن من الاول. انت كنت عاوزاني اعمل ايه يا بنتي؟ انت بتعري في لحمك وبتقطعي في هدومك وعايزه تمشي في الشوارع عريانه. والله عايزه تفهميني انك كنت خايفه عليا وبس، على سلامتي وبس. ما كنتيش طمعانه في الكنز اللي فتحه لكم. الدجال ده لازم يطلقني وحالا. انا مش قادره اتصور ان واحد بالبشاعه دي ممكن يشوف لحم.
الدجال ده يتجوزني انا، والله لو انطبقت السما على الارض ما هيحصل. اقعدي اقعدي. اتفضل يا مولانا. استني يا بيت، اوعي كتفك بيدي. هو فين؟ اطلعي اوضتك، ما تنجلهوش الا بامري. اطلعي. معلش يا سيدنا والنبي ما تزعل منها، دي لسه عيله صغيره مش فاهمه حاجه. اطلعي. حاضر، حقك علينا. يلا يا بنتي اطلعي. اهدى يا مولانا كده امال. طب المدام مراتك امال مين الهانم؟ خد حاجتك وتوكل على الله. ما شفت مشايخ بالطريقة دي؟ هما مش بيقولوا كل شيخ له طريقة ولا ايه؟ تشربيها يا باشا. تشكر يا عمدة. أنا مضرب من واحد زي ده وانتوا واقفين تتفرجوا؟ أنا أكيد بحلم. لا، ده كابوس. اهدي يا ياسمين يا بنتي، حرام عليكي. اخرج بره. قولي لي يا ماما يخرج بره. انت عارف انت لو ما خرجتش من هنا انا هرتكب في الجنايه. لو قربت مني انا هموت نفسي. الحمد لله على السلامة. انت طالب. شاكرين يا عمدة على حسن الضيافة. اهلا، شرفتني. شرفت. الله يخليك. اشوفك على خير. مع السلامة. مع السلامة. ما تنساش تتصل. طبعا طبعا يا باشا طبعا. سلام. مع السلامة. استنى يا شيخ خلف، استنى الله يخليك، البنت لسه صغيرة ومش فاهمة حاجة. ايه؟ في ايه؟ الشيخ خلف طلق ياسمين وعاوز يمشي ويسيبنا يا اخويا. تمشي؟ تمشي كيف يا سيدنا؟ والله ما انت ماشي من هنا. سيبنا عجلها. البنت لسه صغيرة، ما فهمش حاجة. ده لولاك كان زمانها دلوقتي في البستان. طلقتها كيف بس؟ طيب اسيبكم بقى تحلوا مشاكلكم العائلية. شوف وشك بخير يا شيخ خلف. عماد بيه خير؟ طاهر في الوسم عشان ربنا يديك خيرها ويزيع عنك شرها. طيب قول لي اعمل ايه واللي انت هتقول عليه انا هنفذه. خد اللي محتاجه والباقي اتكفل بيها تامه. اصرف عليهم رعاهم لحد ما يشد عودهم. حاضر يا شيخ حاضر، وابقى ادعيلنا. أنا ما عايزاش الفلوس دي، أنا جيت عشان أشوفك أنت يا سيد. ربنا يزيدك من عندي. الغنى غنى النفس. تفضل يا كده وصل لك المؤخر والمجد. حسابنا كده اتقفل. اوعي تفوتي فرض، وكل ليلة تقرأ آية الكرسي قبل ما تنام، واوعي تعدي برجليك مكان نجس.
مش هقول لك تاخد اللي محتاجه، لاني مال قارون ما يملاش عينيك. سمعتني يا برعي؟ الأرض كلها تعترف ليه؟ ترفسوه؟ وانتي هاتي دي بنتك شو بيلك حل معاها؟ لازم ترجع له. منه العوض وعليه العوض. هو انا كنت تعبانه ازاي يا ماما؟ انتي مش فاكره اي حاجه من اللي كانت بتحصل لك يا بنتي؟ فاكره حاجات زي ما تكون كوابيس احلام، والشيخ خلف هو اللي عالجني. ايوه. اتجوزني ليه؟ انتي اصلك يا بنتي لما كانت بتجيلك الحاله الله لا يعيدها عليك يا رب، كان حالك بيبقى حال. هو اشترط يتجوزك عشان يعالجك، بس كان كل همين انك تتعالجي. بعدين ده شرع الله يا بنتي. عشان يعالجني ولا عشان دهب وفلوس؟ انتي مش عايزة الشيخ خلف يرجع؟ انا هرجع. بجد هترجعي؟ طبعا هرجع. استني يا سيدي، استني يا بنتي، استني يا ماما، رجعي معاكي.